المحاضرات. كلهم اقنعوني ان ابعد عن المسرح القومي لان ده في نيابه وفي فساد وفي رعب بقى. وانا عرفت انا بما اني جديد في الاداره ان لا يمكن المسرح القومي يكمل الا لما يبقى رئيس لجنه الاشراف رئيس البيت الفني المصري. يعني ما فيش رئيس بيت يبقى المسرح يبقى الى ما لا نهايه. فقلت جمله واحده، المسرح القومي يفتح واروح بعد كده النيابه. اول جمله قلتها. انا مع الشكر اللي شكره الدكتور سيد الدكتور عبد الواحد النبوي والدكتور جابر عصفور، انا بشكر شكر خاص للدكتور محمد صابر عرب والدكتور محمد ابو الخير اللي كان تحملوا معايا وحمسوني ان احنا نتحمل افتتاح المسرح القومي. الحقيقه المشاكل كلها المسرح القومي احنا اللي عملناها لنفسنا، احنا اللي بلغنا الرقابه الاداريه واحنا اللي بلغنا النيابه العامه واحنا اللي بلغنا كل الدنيا، لان كان في ناس مش عايزه المسرح ده يفتح معرفش ليه، لدرجه ان احنا صرفنا فلوس كتير جدا عشان نثبت ان الموضوع ما فيهوش فساد. يعني في اكتر من ان احنا نجيب دكاتره كليه هندسه كل التخصصات اللي في المسرح ياخدوا المؤيسات والاسعار اللي اتعملت ويقعدوا شهر يدرسوا ويجوا يعينوا على الطبيعه ويقولوا جمله في النهايه اللي معمول يستاهل اكتر بكتير من اللي اتصرف. انما الله يسامحهم بقى، حاله رعب حصلت في البيت الفني ان جرنانين معينين فساد المسرح القومي، النائب العام قال كذا، فعمل رعب عند الموظفين. فاجئ المراقب المالي اللي جاي يقول لي لا شايف الجرنان كله ترعش، موظف مش راضي يمضي، يا جماعه يقول لك انتوا هتخلصوا انتوا فنانين، فنانين هيجي يقفوا معاك انما احنا هنتحبس وهنروح النيابه. ما علينا، خلصت المشاكل الحمد لله وفتحنا المسرح القومي. الاهم بالنسبه لنا طبعا انا بشكر الدكتور جابر عصفور شكر خاص، لان لولا ان هو ضغط وفتحنا في وقت مش وقت ما كناش استلمنا كنا لغايه دلوقتي بنتكلم في اصلاحات، انما هو جه امر واقع قال افتح المسرح وبنظام ابن العمده بنظام العمده في البلد افتح يد المسرح افتح يد المسرح. حضرت اقوى موقع فني في